خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع وغيره من أهم الأخبار والملفات في فرنسا، ومنرحب بمراسلنا خالد شقير من مارسيليا. صباح الخير خالد. ويبدو أن موسم الإنذارات الكاذبة في محطات القطارات الفرنسية بدأ متزامنا مع موسم السياحة، ما تأثير ما حدث في محطة ليل مع حركة القطارات والتنقلات في فرنسا؟ نعم شيرين، بعد التحية صباح الخير، صباح الأمل لكل المشاهدين طبعا ومحمد طبعا ولكل الزملاء والزميلات. بالتأكيد يعني زادت في الفترة الأخيرة الكثير من الإنذارات الكاذبة في محطات القطار الفرنسية. كانت الأسبوع الماضي في محطة سان شارل للقطارات بمدينة مارسيليا وتم الإبلاغ عن حقيبة وتم تفريغ وتعطيل القطارات عن العمل لمدة ساعتين، حيث تم يعني من خلال خبراء المفرقعات تدمير هذه الحقيبة، وبالتالي لم يكن فيها أي نوع من أنواع المتفجرات. أيضا الوضع حدث في محطة ليل، مدينة ليل وهي مدينة في الشمال الفرنسي، و تم الإعلان عن يعني عن وضع قنبلة، كما أحد المتصلين بإخبار القوات المختصة بالمحطة، وبعد أيضا تفريغ هذه المحطة من ركابها وتعطيل الخطوط عن عملها، تم التأكيد أو التأكد بأن هذا الخبر هو خبر كاذب. في هذا التوقيت الهام جدا في فرنسا، وصفة خاصة بعد أن استقبلت أو تقوم فرنسا باستقبال الكثير من السائحين سواء من الدول الأوروبية أو من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الصين واليابان، تكثر كثيرا هذه الأحداث في هذه المرحلة، ولهذا هناك التوخي الحيطة والحذر من بعض هذه البلاغات الكاذبة. شريف، نعم خالد، صباح الخير. من خلال رصدك طبعا لبعض الملفات الأخرى في فرنسا، تشهد البلاد تعديلات وزارية مرتقبة مع الإبقاء على رئيسة الوزراء، يعني كيف يبدو الأمر؟ يعني ما هي ملامح هذا التعديل؟ نعم محمد، الحقيقة نستطيع القول أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالأمس قام باستدعاء الحكومة الفرنسية التي سيدخل عليها بعض من التعديل استقبلهم ورحب بهم وأشاد بدور الحكومة الفرنسية بالأمس، وتحدث عن أهمية جهود التي قامت بها الحكومة الفرنسية وانتصارها على بعض من الانتقادات التي لا طالما نالتها بسبب الأداء الحكومي. الرئيس الفرنسي تحدث عن شجاعة الحكومة الفرنسية والدور الكبير الذي قامت به. يعني بعض من القوى السياسية انتهزت وجود إشارات على إجراء بعض من التغييرات على الحكومة الفرنسية سواء من اليمين المتطرف أو من أقصى اليسار، قاموا بتوجيه الانتقادات للحكومة وقالوا لا نريد تعديلا في الحكومة ولكن نريد تغييرا في سياسات الحكومة. إليزابيث بورن استطاعت، وبالرغم من أن استطلاعات الرأي بتؤكد على أن هناك 70% من الفرنسيين أو 7 من كل 10 من الفرنسيين يرون أن إليزابيث بورن لم تحقق الهدف من خارطة الطريق بالمئة يوم التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلا أنها استطاعت الحصول على ثقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بعض من التغيرات سيتم الإعلان عنها صباح اليوم حسب المختصين، ستنال بعض من الحكومات الوزارات عفوا، منها وزارة الهوية أو الشؤون الوطنية كما يلقب عليها لشيبة، وأيضا وزير التعليم الفرنسي سيتم تغييره، وبعض من الوزارات الأخرى. كان هناك حديث عن تغيير لوزير الصحة الفرنسي ولكن تم تكذيب هذا الخبر، تبقى كلها مجرد يعني توقعات من قبل المختصين والمقربين سواء من قصر ماتينيون، قصر رئاسة الوزراء أو قصر الإليزيه. ويبقى محمد أن الحكومة الفرنسية أمامها الكثير من الملفات والتحديات، أهم هذه الملفات حسب استطلاع مؤسسة إيلاب بالنسبة للفرنسيين لم يتغير،
ألا وهو الاقتصاد والقدرة الشرائية، وبصفة خاصة بعد ارتفاع الأسعار التي تشهده فرنسا في هذه الآونة. محمد، يعني ارتفاع الأسعار طال أيضا فواتير الكهرباء في فرنسا كما أشارت لوف جارو بنسبة 10% بداية من أول أغسطس، فما هو رد فعل الشارع الفرنسي؟ الحقيقة شيرين، يعني الفيجارو تحدثت عن 10%، وتحدثت جريدة ليزيكو الاقتصادية على أن الوضع زيادة يعني أسعار الكهرباء بنسبة 10% سيكون ابتداء من أول أغسطس القادم، ولكن هذا لن تكون الزيادة، هذه الزيادة الأولى، كانت هناك زيادات أخرى وصلت إلى 25% منذ ستة أشهر، وعندما منذ بداية الأزمة منذ أكثر من سنة عندما نقوم ب يعني متابعة زيادة الأسعار سنجد أننا أمام زيادة أسعار في الكهرباء تصل إلى 36%، ولهذا استغلت الفرصة مارين لوبان وهي رئيسة حزب التجمع الوطني داخل البرلمان، رئيسة كتلة حزب التجمع الوطني داخل البرلمان الفرنسي، وانتقدت كثيرا تصريحات أنياس بانيرو-ناشي وزيرة الطاقة الفرنسية التي أكدت على أن فرنسا أمام البرلمان وأعضاء البرلمان تقوم بتوفير وتتحمل ثلث عبء تكاليف الكهرباء، وهي الدولة الأقل في سعر الكهرباء بالنسبة لأوروبا. انتقادات من المعارضة الفرنسية وسط دفاع مستميت من وزيرة الطاقة. أما بالنسبة للشارع الفرنسي فهو يحاول أن يقوم بتوفير بعض من تنزهاته وخروجه إلى المطاعم والمتاحف والقطاع السياحي. نعم، إلى مراسلنا خالد شقير، شكرا لك كثير على هذه التغطية، كنت معنا من مرسيليا.